الحمد لله الذي وفقني لأن أمثل بلدي، وهذه بمثابة تشريف لي وتكليف في نفس الوقت. أسأل الله عز وجل أن يوفقني في هذه المسابقة. طبعا كيف يعني رشحت لأمثل الجزائر؟ هذا الترشيح يعني مر بتصفيات ولائية ثم تصفية وطنية، يعني تربص دام لمدة أسبوع، كان فيه يعني قرابة 15 متشاركا، وأقيمت لهم اختبارات حتى يعني الحمد لله وفقت ورشحت من بين هؤلاء 15 متسابقين والحمد لله. جئت هنا كمشارك في المسابقة الدولية للجزائر في حفظ القرآن الكريم. الحمد لله الذي وفقني المشاركة فيها بعد أن أجزت التصفيات في السفارة الجزائرية في تونس، فأتمنى التوفيق وحظ موفق للجميع في هذه المسابقة، وأتمنى تمر أوقاتنا في أحسن وجه إن شاء الله مع الإخوة المتسابقين إن شاء الله. الحمد لله أنا مكترم جدا أن أكون متسابقا في هذه المسابقة لدولة الجزائرية، وهذا أول مرة في هذه الدولة، وهي دولة جميلة ما شاء الله. أنا أتمتع نفسي هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ويتقبل من كل المتسابقين في هذه المسابقة. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أن يصطفاني أن أكون من أهله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى كل زملائي المشاركين في هذه المسابقة، فهم زملائي قبل منافسي، وأسأل سبحانه وتعالى أن يجزي كل من ساهم في إنماء هذه المسابقة الطيبة الكريمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.